طبابة ألف مع سامية البيروتي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا وحبايبنا في كل مكان، مستمعين ألف ألف أف أم الموجة السعودية. حلقة جديدة من إعدادكم المسموعة، برنامج طبابة ألف اللي يجيكم من الأحد الخميس من الساعة 1 لـ 2 الظهر. لو حابة تعرف على موضوعنا اليوم أكيد رح تسمعنا من خلال الراديو، أو رح تحمل تطبيق ألف ألف أف أم الأب ستور أو بلاي ستور، أو رح تزورنا على موقعنا على www.alfalfafm.com. تقدر تشاركنا في موضوعنا أيضا، تطرح أي سؤال أو استفسار على ضيفنا في حلقة اليوم من طبابة ألف على أرقامنا 01-1-2-1-7-5-8-5-8-0-1-61-1-60-100. تقدر أكيد كمان تشاركنا من خلال هاشتاك برنامج طبابة ألف على تويتر، طبابة أندرسكور ألف. السعال عند الأطفال مشكلة شائعة وتكون مؤلمة ومرهقة للأطفال الصغار. في العديد من الأسباب لدى السعال، تحديداً العديد من الأسباب الخاصة بالسعال عند الأطفال، ويختلف أكيد العلاج حسب المسببات. في حلقة اليوم من طبابة ألف رح نتعرف أكيد على إيش المقصود أو ما هو السعال تحديداً، كيف ممكن يحدث، أهم أسبابه، متى المفروض نقلق، متى المفروض نستشير الطبيب، وكيف يتم تشخيصه، كيف يتم معالجة السعال، وكيف أيضاً نقي أطفالنا. تفاصيل كثيرة راح نتعرف عليها في حلقة اليوم مع الدكتور ضيفنا في حلقة طبابة لليوم، دكتور تركي الأحمدي، استشاري الأمراض الصدرية للأطفال في مجمع عيادات عيادتي في مدينة جدة. مساء الخير دكتور. مساء النور. يا هلا وسهلا فيك. يعطيكم ألف عافية وشكرا لاستضافة الجميل. الله يعافيك يا رب. ونحب كمان أقول للمستمعين أنه اليوم لازم يشدوا حيلهم ويركزوا في حلقتنا، لأنه رح يكون في عندنا سؤال في حلقة اليوم، وبإذن الله الشخص اللي رح يعرف يجاوبه رح يحصل على جائزة مميزة مقدمة من مجمع عيادات عيادتي في مدينة جدة. يعني ماني عارفة على سيرة السعال صوتي تغير. طيب لا قفلنا المايك ليش؟ طيب حلو، خليهم يسمعوا، خليهم يعرف انه الموضوع مأثر فعلا. طيب مع الاجواء هذه دكتور تركي، مع انه الاجواء مؤخرا كانت في اخر اسبوعين تقريبا شوي فيها غبار وأتربة، فاليوم مهم جدا ان احنا نسلط الضوء على هذا الموضوع عشان نعرف فعلا كيف نقي اطفالنا. بالنسبه للسعال، بايش نقدر نعرف السعال؟ ما هو؟ اعتقد السعال هو احد من اعراض الجهاز التنفسي، مشاكل الجهاز التنفسي. هي ردة فعل عكسية، الجسم عنده ردة فعلات عكسية كثيرة، يحاول ينظف نفسه. مجاري الهواء عندنا فيها مشاكل، لو أي شيء ترسب فيها، أي شيء تهيج فيها، على طول الجسم يتأثر ويسوي الكحة. الكحة آلية من آليات الجسم للدفاع عن نفسه. تمام. ليش يحدث؟ كيف يحدث؟ ببساطة سبحانه وتعالى في كل جهازنا التنفسي، بداية من الأنف بالحنجرة بالحبال الصوتية بجميع مجاري الهواء، هي تبدأ كبيرة وتصغر تصغر تصغر إلى أن تحصل الحصلات الهوائية. المستقبلات العصبية، موجود مستقبلات عصبية للكحة، تتأثر بأي شيء، تتأثر بأجسام متطايرة، تتأثر بغبار، تتأثر بعطور، تتأثر بزكام، تتأثر بأي شيء كحة تصير. أشياء ميكانيكية، لو في شيء، لو في أي واحد من الأعضاء اللي حول الرئة، اللي حول الجهاز الهضمي، اللي حول الجهاز التنفسي، لو صار فيها أي مشكلة ممكن كمان الرئة تتأثر وممكن تصير الكحة. فالموضوع الكحة ليس مرض بحد ذاته، وإنما عرض ممكن يصير من أي عضو من أعضاء القفص الصدري كله. تمام، ممتاز، حلو. طيب لما نقول أو نرجع الأسباب لشيء معين، أسباب السعال، إيش ممكن نقول هي أسبابه؟ نقدر نوصفها بطريقتين، ممكن نوصفها إيش العضو اللي فيه المشكلة، أو ممكن نوصفها إيش نوعية المشكلة. حلو. مثلا لو في مشكلة في الرئة، في أي مكان في الرئة، معظم أمراض الرئة مهما كانت ممكن تسوي لك كحة. نبدأ، واحد عنده حساسية في الصدر، واحد صارت عنده التهاب في الصدر، نتكلم التهاب فيروسي أو التهاب بكتيري، واحد ممكن صار له جلطة في الرئة، ممكن مشكلة في القلب أدت إلى موية في الرئة بكحة،
ممكن أجسام متطايرة، ممكن إنسان في غبار ولا غبار دخل وسوى استثار لهذه المحسسات العصبية يسوي كحة. عندك لو في أي مشكلة من ناحية الأنسجة الضامة في الرئة، ممكن في بعض الناس أو بعض الأطفال يكون عندهم مشاكل مناعية تسبب لهم مشاكل مفاصل، المشاكل ممكن الرئة تتأثر في الأنسجة الضامة تسوي لك كحة. يعني في مسببات مش إحنا اللي دائما تكون في بالنا فعلا. هذه احنا بنفرقها انه اي عضو واي جزء من الرئه ممكن يتاثر، ممكن يسبب كحه. هذه الرئه، طيب ايش اكثر شيء ممكن يسبب كحه؟ هي الاجهزه التنفسيه العلويه، الانف، مجاري التنفس، مجاري الهواء، مجاري الحنجره. واكبر دليل زكام، يصير عندنا زكام يصير عندنا كحه مباشره، يصير في تهيج لجميع الأنسجة التنفسية العلوية، يسبب لك زكام، يسبب لك كحة، يسبب لك سعال. صحيح. الإنسان اللي عنده حساسية في الأنف، حاجة مزمنة ليست طارئة زي الزكام، يسبب لك كحة مزمنة. لأنه الأنسجة متهيجة والمستقبلات العصبية متهيجة معها، يسبب كحة تضامنا مع بعض. تمام. إحنا بس نتكلم عن الرئة وتكلم عن الأجهزة التنفسية. طيب الجهاز الهضمي، المريء، كثير من الناس اللي عندهم استرجاع أو ممكن يسببهم كحة. في الأطفال في أشياء معينة ممكن تسبب لهم كحة، في مشاكل في المريء، في زي ما في حساسية عندنا في الأنف، في عندنا حساسية في الجهاز التنفسي، في بعض الأطفال يكون عندهم حساسية في الجهاز في المريء وتسبب لهم كحة. كحة تعددت الأسباب. صحيح. والكحة واحدة. تمام. إذن الأسباب مختلفة في طبعا اللي قاعد يسلط الضوء عليها الدكتور تركي الأحمدي. راح نكمل أكيد حلقتنا لليوم مستمعينا، بس أنا حابة من الآن أطرح سؤال الحلقة. متحمسة أطرح السؤال عليكم صراحة، والكل اللي راح شاكر راح يشارك في إجابة هذا السؤال لليوم، راح بإذن الله يربح جائزة مقدمة من مجمع عيادات عيادتي في مدينة جدة، وهي عبارة عن استشارة مجانية في قسم الأطفال. السؤال يقول: ما هو السبب الأول للسعال اللي هي الكحة عند الأطفال؟ هل هو الغبار أو الزكام والفيروسات أو الدخان والسجائر؟ اختار اختيار واحد، ارسل اسمك ومدينتك والإجابة على STC 851040، موبايلي 663-1، وزين 70-13-13. هرجع أعيد لكم مرة ثانية الاختيارات عشان لا تلخبطوا. إيش هو المسبب الأول للسعال أو الكحة عند الأطفال؟ هل هو الغبار أم الزكام والفيروسات أم الدخان والسجائر؟ ارسل إجاباتكم على أرقام الـSMS، وأكيد أيضا راح أذكركم وأقول لكم على رقم التواصل الخاص بمجمع عيادات عيادتي في مدينة جدة، لو حابين تحجزوا موعد عندهم أكيد أو تتواصلوا معاهم راح تتصلوا على 920-22-811. مكملين حلقتنا لليوم مع الدكتور تركي الأحمدي، لكن بعد الفاصل خليكم مع السماء. طبابة ألف مع سامي البيروتي. يا هلا فيكم من جديد مستمعين طبابة ألف، مكملين موضوعنا اليوم عن الكحة أو السعال عند الأطفال. مكملين أكيد حوارنا مع الدكتور تركي الأحمدي، استشاري الأمراض الصدرية للأطفال في مجمع عيادات عيادتي في مدينة جدة. راح أذكركم مرة ثانية بسؤال الحلقة لليوم، ركزوا وحاولوا تجاوبوا بإذن الله تربحوا جائزة مقدمة من مجمع عيادات عيادتي، عبارة عن استشارة مجانية عند قسم الأطفال. السؤال يقول: إيش هو السبب الأول للسعال أو الكحة عند الأطفال؟ هل تتوقع هي الغبار أو الزكام والفيروسات أو الدخان والسجائر؟ إجاباتكم على STC 851040، موبايلي 663-1، وزين 70-13-13. ويرجع لموضوعنا من جديد. طيب بالنسبة لتشخيص السعال أو الكحة عند الأطفال، يعني كيف يقدروا الأهل يعرفوا هل هذا الشيء طبيعي، هل هو مزمن، هل هو رح يستمر مع الطفل؟ كيف يتم تشخيص الكحة؟ أعتقد أنه أهم شيء في هذا التشخيص هيكون تاريخ المرض. إحنا بعض المرات نحس نفسنا محققين في عيادات، نسأل الأهل أسئلة كثيرة، وأسئلة في الليل وأسئلة في النهار وأسئلة في الأكل وأسئلة في الشرب، كل سؤال له مدلولاته، والمدلولات هذه تساعدنا إحنا نفكر في أي مشكلة هنحصر الكحة. مثلا في الليل
تعطينا إيحاء أكثر إنه ممكن تكون مشكلة في الصدر، ممكن تكون مشكلة في ضيق في المجاري الهواء. إنسان أول ما يصحى يكحكح كثير ممكن يفكر إنه ممكن يكون عنده حساسية في الأنف وتهيج في المجاري التنفسية العلوية. وعلى هكذا كل سؤال له إجابته. مثلا في بعض الأطفال يجيهم كحة، يجيهم زكام، خاصة يكون شوية أكبر رم 12-13-14، يكونوا أذكياء جدا، يكونوا كويسين. الأطفال هذول يكون عندهم كحة مزمنة مرهقة للأهل، تمام، مقلقة للأهل، لكن كحة أبدا ما تخوفني. ليه؟ لأن الكحة تختفي تماما خلال النوم. لما تختفي تماما خلال النوم معظم مشاكل الجهاز التنفسي لا تختفي الكحة بالنوم. فهذا في هذا مرض شوية ما هو معروف، نحن نسميه habitual cough أو تعود على الكحة. هو فقط الطفل تعود على الكحة، لكن كل اللي تحتاجه نكلمهم نأكد لهم إنه هذا المرض ما هو مرض، هو فقط تعود. كثير من الأطفال يوم يومين أسبوع بالتعود مساعدة الأهل تروح الكحة تختفي تماما من دون أي علاج. تمام. فالتشخيص والتاريخ المرضي هو أهم وسائلنا لتشخيص هذا الشيء. تمام. طبعا هيكون في فحص سريري متكامل، بعض المرات نحتاج تحاليل، وبعض المرات نحتاج أشعة. للأطفال شوي الأكبر ممكن نسوي اختبار وظائف الرئة، عندنا زي الجهاز ينفخوا فيه ويعطينا أرقام معينة عن طريقها نقدر نعرف من أي الكاتيجوري ولا من أي نوع ولا من أنواع المشاكل الجهاز التنفسي هي الكحة هي السبب منها. تمام. طيب متى الأهل يقلقوا؟ يعني متى يحس أنه فعلا هذه الكحة مو طبيعية أو أصبحت بشكل مبالغ فيه؟ متى لازم أستشير الطبيب؟ متى لازم أودي طفل الطبيب؟ ما أبغى أحرق الإجابة حقت السؤال، يعني بحاول كفاية متابعين بيقولوا غششينا بس لكن أعتقد معظم السؤال اللي يجي طارئ اللي يجي يومين ثلاثة يكون نتيجة لزكام، نتيجة شيء، أعتقد ما لازم نقلق إلا عند وجود ضيق في النفس. الكحة صارت مزمنة، صارت أسبوعين ثلاثة طول، فيها ألم، في ألم في الصدر، في ألم في الظهر، في ألم في البطن. لما يكون طفل جدا صغير، واحد يكون عمره أسبوع، أسبوعين، شهر، شهرين، أعتقد هنا لازم نكون حذرين أكثر، لازم يراجع للطبيب. صداع، تغير في الإدراك، قيء مستمر، وجود دم، وجود بلغم أخضر، وجود بلغم مستمر. أعتقد وعندي كلمة دائما أقول للأهل، الوقت اللي تحس نفسك ما أنت مرتاح فيه هو الوقت اللي تروح فيه للطبيب. كل واحد مننا عنده خط يقول أنا مرتاح له هنا، لكن سبحان الله الأم قلبها دليلها، الأهل عندهم خبرة، الأهل عندهم نظرة. إذا أنت الوقت اللي أنت ما أنت مرتاح فيه هو الوقت اللي تأخذ طفلك للطبيب مباشرة. ممتاز. إذا رح أرجع عيد السؤال مرة ثانية مستمعين إن شاء الله. المفروض الآن بعد إجابة الدكتور هذه تحديدا تعرفوا تجاوب السؤال الحلقة لليوم، واللي رح يجاوبه زي ما قلت لكم رح يكون عنده جائزة مقدمة أو رح يحصل على جائزة مقدمة من مجمع عيادات عيادتي في مدينة جدة، وهي عبارة عن استشارة مجانية عند قسم الأطفال. سؤال الحلقة يقول إيش هو السبب الأول للسعال أو الكحة عند الأطفال؟ هل هو الغبار أم الزكام والفيروسات أم الدخان والسجائر؟ اختار إجابتك، اسمك ومدينتك، وارسلها على الأسماس على STC 851040، موبايلي 663-1، وزين 70-13-13. طب نروح للعلاج، كيف يتم علاج السعال أو الكحة عند الأطفال دكتور تركي؟ اللهم صلي عليه. لازم يكون مهم جداً لكل مستمع إنه يتعرف إنه السعال عرض وليس مرض. الحرارة عرض ليس مرض. ما نقول أحد عنده حرارة عنده هو مشكلته حرارة، حنقول عنده حرارة لأنه عنده كده. صحيح. الكحة نفسها إذا أحد هي عرض وليس مرض، نتأكد ونعرف العلاج أو المرض اللي سبب الكحة ونعالج السبب نفسه، نعالج المرض اللي أدى إلى الكحة، إنه الكحة بحد ذاتها ليس مرض. زي ما قلت قبل شوي في إجابة الأعراض، إنه بشكل عام معظم العلاجات أو علاج الكحة يكون في البيت. نساعد الطفل إنه يتنفس، نساعد الطفل نعطي له نقاط للأنف، بخار، ماء وملح. بعض المرات علاج الكحة خاصة لو كان في التهاب بسيط في الحنجرة، إذا كان شكله فيروسي، إذا كان في كحة، في عطاس، في كده، على الرغم من أنه ليس معروف، لكن الأشياء الباردة، سكريم، شاي بارد،
يريح، يسوي سوذنج للحنجرة. احنا فكرة دائما انه سكريم يسبب مشكلة حاجة زي كده، هو الحقيقة السكريم بحد ذاته ليس سبب يعني انه يسبب مشكلة او سبب حاجة، ولا ممكن انه هو يزيد من سوء الحالة. يعني خلينا نقول اذا الانسان عنده التهاب بكتيري للحنجرة تعطيله حاجة باردة حتخفف المرض، لكن من دون وجود الدواء المناسب لهذا الالتهاب البكتيري يعني أكيد راح تسوء. ما حتسوء الحالة. عشان كده بعض الناس تفكر انه السكريم هو المشكلة مباشرة. أنا عن نفسي كنت أتعامل صراحة مع الإسكريم تعامل لطيف جدا حتى وقت مرضي، يعني كنت دائما أتعامل معها. عندك المعلومة من أول أعطيك الهاتف. في حاجة كثير نستخدمها ممكن شوي الأطفال الأكبر، ستريبسلز أو الهارت كانديز نعطيها الأطفال تريح، تسوي تريح الحلق، تريح الأشياء هذه. زي ما تشفتي أنا تكلمت عن أدوية وأشياء تسويها في البيت، نأخذها من الصيدلية، نأخذها بالزبط. من البقالة، لكن ليست هي أدوية. لأنه أكد الكحة تعالج معالجة السبب الكحة وليس الكحة بالزبط. تمام، إذا دايرك نروح للسبب أو المسبب ونعالج السبب فبإذن الله نتخلص من الكحة. جميل جدا. طيب بالنسبة لي أدوية الكحة والزكام، طيب اللي بنشوفها في الصيدليات وبنشوف الكل بيستخدمها، هذه إيش نعمل فيها إذا ما حنستخدمها؟ أو إيش صحتها؟ أو إيش يعني؟ وهل ممكن فعلا مثلا تسوء الحالة أكثر من خلال استخدامها؟ إيش اللي بيصير بالضبط؟ هي زي ما تفضلتي، هي أدوية متواجدة كثير، سعرها رخيصة، متوفرة للناس من دون وصفة طبية في المملكة العربية السعودية وفي معظم بلدان العالم. لكن في نفس الوقت حتلاقي معظم جمعيات الأطفال في العالم، معظم جمعيات الصدر في العالم، مثلا جمعية طب الأطفال الأمريكية، منظمة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، منظمة هيئة الغذاء والدواء السعودية، تمام، كلهم عندهم نشرات واضحة تقول التالي: يمنع إعطاء الأطفال أقل من 4 أو 6 سنوات أدوية كحة أو زكام. نقطة آخر السطر، يمنع تماما. يمنع المفروض يقول لك يدود قف، ما تعطي أي طفل أقل من 4 أو 6 سنوات أي أدوية كحة أو زكام. نفس الوقت هتلاقي في بعض أدوية الزكام نستخدمها للأطفال عمرهم 3 أو 4 سنين، لأنه الدواء الفعال فيها مثلا مضاد للحساسية، يكون إنسان عندي تشخيص يده حساسية، أنف حساسية كده، أعطي له الدواء لأنه أنا قاعد أعالج الحساسية بالضبط. لكن هي معظم أدوية الزكام هذه اللي فيه. تكون تمام. فيها خافض الحرارة، يكون فيها هذه الأشياء. فالسؤال سألتيني ليه؟ مشاكلها تأتي كالتالي. أولا خلينا أحط، خلينا أقول أي أحد عمره أقل من 2 لا تفكر تعطي. ليش؟ لأنه كثير في يكون في مشاكل في عملية الجرعات. الملعقة دائما يقول لك ملعقة صغيرة وملعقة كبيرة وكده. مشكلة الملعقة ليست معيار. الملعقة اللي موجودة في البيت ألف حيكون 5 ملي، الملعقة اللي موجودة في بيت باء حتكون 10 ملي، وهذا فرق 100% ما بين الجرعتين. صح، خاصة في طفل وزنه 7-8-10 كيلو هتفرق كثير كيف هو يتخلص من الدواء في جسمه، وتأثر ممكن تسبب له أعراض جانبية. تمام. كل طفل يكسر الدواء ويمتص الدواء بشكل مختلف، وخاصة الأطفال الصغار، فليش أعطيهم أدوية؟ ممكن تأثر على إدراكهم، ممكن تخليهم يناموا. إحنا دائما نقول بطلع الطيار نعطي له دواء كحة. دواء كحة. دائما بعض الأمهات يوم العافية يقول الدكتور أعطينا دواء كحة. أقول لهم طب أنتوا ليش تبغوا تعطوا دواء كحة؟ والله الدكتور يتعبنا. بهدي. بس المشكلة إنه بعض المرات في حالات يمكن 10-15% من الأطفال هذولا يصير لهم إحنا نسميه أو الرد فعل معاكس، بدل ما ينام يصير excited، هايبر. فما أعتقد هم يبغون زي كده. في بعض الأطفال وممكن ما يصير كثير يسبب لهم hallucination، يبدأوا يتهيأ لهم أشياء ما هي حقيقية. ممكن تزود ضربات القلب. لكن أهم شيء وأهم حاجة بقولها للناس، الأدوية هذه لن تؤثر في الزكام شيء. الزكام إذا ربنا قادر له هو يبقى 4 أيام، هيبقى 4 أيام. تمام. يبقى ستة أيام. فهو أصلا لن يؤثر على الزكام نفسه، فليش أعطي شيء ممكن سبب لي أعراض، سبب لي أمراض، سبب لي مشاكل، وهو أصلا
لن يؤدي ولن يؤثر على المرض نفسه. صحيح 100% دكتور تركي. ورح نكمل أكيد مستمعينا في موضوعنا اليوم، وفي أيضا تواصلنا معاكم، ورح أذكركم قبل أن نطلع فاصل بسؤال الحلقة لليوم: إيش هو السبب الأول للسعال أو الكحة عند الأطفال؟ هل هو الغبار أم الزكام والفيروسات أم الدخان والسجائر؟ اختار إجابتك وارسلها على الاسمس واسمك ومدينتك أهم شيء كمان على اسمس STC 851040 موبايلي 66-3-1 وزين 70-13-13. حاولوا تركزوا في الإجابة وترسلوها صح. وأيضا رح أذكركم بالأرقام التواصل الخاصة بمجمع عيادة عيادتي على 920-22-8-11 فاصل، وراجعين خليكم على السماء. طبابة ألف مع سامي البيروتي. يا أهلا فيكم من جديد مستمعين طبابة ألف. في هذا الجزء من الحلقة رح نبدأ نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم. لو عندك أي مشاركة استفسار أو سؤال حاب تطرحه على الدكتور تركي الأحمدي استشاري الأمراض الصدرية للأطفال في مجمع عيادات عيادتي، رح تتواصل معنا على 012-61-61-100 011-2-17-85-85. وبالنسبة لسؤال الحلقة ما شاء الله يعني بدأت الإجابات شوية صحيحة، كان في لخبطة في البداية لكن تمام. طبعا رح أذكركم بالسؤال اللي هو يقول: إيش السبب الأول للسعال أو الكحة عند الأطفال؟ هل هي الغبار أم الزكام والفيروسات أم الدخان والسجائر؟ لو حاب أكيد تشاركنا، رح ترسل إجابتك واسمك ومدينتك على أرقام الـ STC أو الأرقام الـ SMS على STC 851040 موبايلي 66-3-1 وزين 70-13-13. إن شاء الله يحالفك الحظ وتحصل على هدية مقدمة من مجمع عيادات عيادتي عبارة عن استشارة مجانية عند قسم الأطفال. طيب قبل فترة طبعا بسيطة موضوع المضاد الحيوي كان عليه بروباغندا مرة كذا كثير، وطبعا الكل عارف انه تم منع انه صرفه بطريقة عشوائية من غير وصفة طبية. بالنسبة للعلاج بالمضاد الحيوي، يعني لما الأم تعطي مضاد حيوي لطفلها هو بس عنده مجرد كحة، هنا ايش الضرر عليه بالضبط او ايش يسوي المضاد الحيوي؟ انا اعتقد انت سألتيني قبل شوي قلتي لي كيف نعالج الكحة. صحيح. قلت لك نعالج المرض اللي أدى إلى الكحة. قليل من الأمراض اللي تسبب الكحة، قليل منها يحتاج مضاد حيوي كعلاج. إذا التهاب في الصدر شديد، إذا التهاب في الحلق يكون بكتيري، حتى التهاب الحلق البكتيري معظمه ما يسبب كحة. هذه شوية الأمراض اللي نحتاج فيها مضادات حيوية، لكن معظم أسباب الكحة لدى الأطفال لا تحتاج مضاد حيوي. كان في عندنا كلتشر، كان عندنا ثقافة إنه دائما مضاد حيوي مهم لأي زكام لأي شيء، مع إنه هذا مرض فيروسي ولا يحتاج إلى أي مضاد حيوي. مشكلة المضاد الحيوي إنه يؤثر على جسمنا بشكل إحنا بدأنا نتعرف عليه أكثر وأكثر، يغير من فيزيائية والبكتيريا الحميدة اللي موجودة في الجهاز الهضمي عندنا. المشكلة المضاد الحيوي عندما يستخدم بغير استخداماته الصحيحة ممكن بعد فترة طويلة وأثره على المجتمع بشكل عام إن نفقد قوة المضاد الحيوي. البكتيريا كائنات حية ذكية جدا تتعامل مع المضادات الحيوية، دائما تسوي دفاعات جديدة عشان المضاد الحيوي ما يشتغل. تمام. المشكلة هذه ما هي مشكلة موجودة في السعودية، موجودة في كل أنحاء العالم. في اسكندنافيا بعض المرات 3-4 شهور لما يوصل لحد معين من الريزيستنس البكتيريا يشيلوا النوع المضاد الحيوي من السوق تماما. بعد أربعة خمسة شهور يرجعوا يدخلوه يقولون إنه البكتيريا يعني ذاكرتها قلت لهذا المضاد الحيوي. إذا تكمل طريقة المضاد الحيوي بغير استخداماته ممكن نلاقي نفسنا بعد 10-15 سنة ما عندنا مضاد حيوي واحد ينفع لأي بكتيريا حتى لو كانت بسيطة. فالموضوع مو موضوع بس على شخصنا، مو موضوع لليوم، مو موضوع على ولدنا، موضوع ممكن يأثر على المجتمع بشكل كامل. بشكل عام. طيب حلو. طيب دكتور تركي، طبعا الطفل بالمجمل يعني رح يكون في بيته تحت عين والدته بأغلب الوقت، لكن لما يبدأ يكبر شوي رح ينتقل للمدرسة. هنا في وقت كمان بالمقابل في وقت كثير رح يقعد فيه بالمدرسة، ف
راح يكون في يمكن شوية أشياء ممكن يتحسس منها، يتعب منها، تكون شوية أشياء مهيجات بالنسبة له. فإيش هنا نقدر نقول دور المدرسة في صحة الطفل والأمراض الصدرية؟ وزارة التعليم دائما تحاول أنها تؤسس environment و culture كويس للطلبة بشكل عام. في عندهم إدارات صحة مدرسية متكاملة تراجع جميع هذه الأشياء الحقيقة. لكن أعتقد زيادة التوعية بالنسبة لأخواننا المعلمين وأخواتنا المعلمات في المدارس والأهل، المشاكل اللي تصير كثير منها متعلقة بطريقة تعاملنا مع الأطفال. أول حاجة الطفل لما يكون عنده مشكلة، عنده كحة، أعتقد لازم إحنا نتعرف عليه، يكون عندنا قابلية أن نسمع إيش المشكلة. في كثير من المدارس اللي عندها عيادات أو ممرضات داخل المدارس عندهم 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 برنامج متكامل للتعامل مثلاً مع الربو، مع حساسية الصدر، مع الكحة. الإشكالية الأكبر حتكون في كيف إحنا عندنا في كل مدرسة في مئات الطلاب، لازم كم واحد منهم عنده مشكلة مع الغبار طبعاً، مع العطور، مع المنظفات، مع هذه المشاكل. فدائما إيش نسوي إحنا؟ نعطيهم أو نحاول نتفهم الأطفال، نتفهم الطلبة. إذا الطفل قال أنا عندي مشكلة مع العطر الفلاني، تمام، مع المعطر الفلاني، مع البخور الفلاني، للأسف بعض المرات يكون ما في تجاوب سريع. صحيح. مشكلة أن الطفل يزداد سوان يزداد سوان إلى أن يخش في مشكلة أكبر. تمام، ممتاز. طبعا رح نروح الآن كمان على الاتصالات، في متصلين حابين يستفسروا من دكتور تركي. ألو، مساء الخير. مساء النور. يا هلا وسهلا، يا أهلا فيك أخ محمد. يعافيك العافية. بس أي محمد، يعافيك، تفضل أخوي. يا دكتور مساء الخير. أول شيء مساء النور والسرور، حياك الله. الله يسعدك. أنا عندي ولد عمره تقريبا سنة وتسعة شهور، بس اللهم صل على سيدنا محمد، على طول يعني تقريبا في الشهر مرتين ثلاث مرات كحة ورشح على طول باستمرار يجي، فكل ما أروح للمستشفى بيعطوه بس مضاد، إلين وديته عند أخصائي قال إنه عنده الربو، ولما تجي له الحالة عند القفص الصدري تطلع له زي كذا النفخة الخفيفة. يعني تقريبا في الشهر أربعة ثلاث مرات بتجي على طول، تستمر معاه يومين ثلاثة أيام. فالدكتور قال لي اشتباه ربو، أعطاني أدوية الربو وأكسجين فاستمريت عليها ولسه. هل في استجابة؟ ما في استجابة، على طول بتجي نفس الحال على طول. لسه أمس برضو تعب. لما تعطي البخار هل تحس في استجابة حتى لو كانت مؤقتة خلال الساعتين اللي بعد البخار؟ تقريبا يعني مو كثير، لا ما لاحظ عليه ولا للأمانة. هو شوف ممكن بعدين لما يتغدى وزي كذا يومين ثلاثة أيام بيرجع لحالته الطبيعية. هو أنا أكد لك أخي محمد إنه كل طفل حيكون مختلف عن الآخر. أعتقد اللي أنت تفضلت فيه الكحة المزمنة، الكحة المستمرة، دائما يكون أول تشخيص في بالنا يكون دائما الربو أو الأزمة. لكن عندما يكون الطفل شوية صغير كده دائما نحاول نتأكد من خلوه من أمراض أخرى بشكل عام. تمام. في أشياء كثيرة لازم ممكن نعمل له، نفحص سريريا، ممكن نعمل له بعض الفحوصات. أعتقد الأفضل إنه 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 الطفل زي شو اسمه الولد؟ معانا محمد؟ أي معك، اسمه إياد ولدي. الله يحفظ لك إياد. أعتقد إياد حيكون الأفضل إنه يكون في تشخيص متكامل له. أنا أتفق معك، الموضوع شكله مقلق لكم. أنا أعتقد هيكون الأفضل إنه يكون في إحاطة كاملة للموضوع، يكون في تشخيص دقيق أكثر لمحمد. تمام. لإياد، الله يحفظ لك. لإياد. طبعاً حابة أذكر كمان مستمعين بطريقة التواصل مع مجمع عيادات عيادتي، لو حابين أكيد تزوروا مجمع عيادات عيادتي في مدينة جدة على 920-22-811. وروح على اتصال ثاني من الأخ محمد الجوهر. مساء الخير. راح اتصال لمحمد، طولنا عليه. طيب بالنسبة للوقاية دكتور تركي، كيف ممكن نقي أطفالنا من الكحة والسعال؟ كيف ممكن نقيهم؟ كيف ممكن نحميهم؟ الله يحفظهم. بشكل عام حيكون نتجنب أي سبب من مسببات الكحة. إذا في أحد من العائلة، في أحد قريب، في أحد صديق يكون عنده زكام، يكون عنده كده،
مهم نلعب، مهم ننبسط مع بعض، لكن أخذ الاحتياطات مهمة. نغسل يدنا كويس، نبتعد عن أحد مزكم وتعبان. تعليم أطفالنا الإتيكيت حق الكحة، حق العطاس، مهم جدا عشان لو كان عنده مشكلة لا تنتقل إلى أطفال آخرين أو حتى إلى بالغين. صحيح. هذه الأشياء تكون عادة أكثر في السنوات الأساسية، في سنوات الروضة، نعلمهم من هذاك الوقت. يعني أنا ما حتكلم في هذا الموضوع، النظافة من الإيمان. نعتقد النظافة العامة في الجسد وفي الجسم وفي البيت مهمة جدا، أجين لتقليل من مشاكل الكحة. لكن في شيء كمان ممكن نسوي كل سنة، اللي هو التطعيمات الدورية للإنفلونزا. هذه حتساعد إن إحنا نقلل من وجود الإنفلونزا فينا، وحتى هتقلل للمجتمع بشكل عام. ممتاز. مستمعين، راح أذكركم بسؤال الحلقة لليوم، لكل راح يجاوب عليه بطريقة صحيحة راح يربح جائزة مقدمة من مجمع عيادات عيادتي في مدينة جدة، وهي عبارة عن استشارة مجانية لذا قسم الأطفال عندهم. السؤال يقول: إيش هو السبب الأول للسعال أو الكحة عند الأطفال؟ ركزوا في الإجابة مضبوط عشان تعرفوا تجاوبوا. الغبار أم الزكام والفيروسات، الدخان والسجائر؟ دكتور تركي لما سألني قبل الحلقة على فكرة جاوبت غلط أنا، بس رجعت عدلت الإجابة مرة ثانية، فحاولوا تجاوبوا أكيد، وأرسل الإجابة اسمك ومدينتك على STC 85 10 40 موبايلي 66 3 0 1 وزين 70 13 13. فاصل أخير وراجعين، خليكم على السماء. طبابة ألف مع سامي البيروتي. أذكركم مستمعينا بطرق التواصل معنا، لو عندك أي سؤال أو استفسار حاب تطرحه على الدكتور تركي الأحمدي، استشاري الأمراض الصدرية للأطفال في مجمع عيادات عيادتي، وأستاذ مساعد رئيس قسم طب الأطفال بكلية الطب في جامعة الملك عبد العزيز. أذكركم برقم التواصل معنا على 012-61-61-100 012-1217-85-85. في مجموعة أسئلة عندنا الـ SMS، في سؤال يقول: ما هو سبب السعال المستمر والحمى عند الأطفال لكن تحديداً في الليل؟ إيش قصة الليل مع الكحة؟ الجهاز التنفسي بشكل عام خلال النوم، عارف إحنا خلال النوم يرتاح جسمنا، يرتخي العضلات، ترتخي. تمام. عند ارتخاء العضلات الجهاز التنفسي ومجاري الهواء بشكل عام تصغر، فلو فيها أي مشكلة، لو فيها ضيق لو بسيط، حيبان أكثر لما تضيق، والضيق هذا حيصير لما نرتخي، وارتخاء يصير في الليل في النوم. أعتقد الأخ السائل أو الأخت السائلة، أعتقد الحرارة ممكن بالنسبة لي أنا، إذا هي حرارة يومية بشكل يومي بشكل مزمن بشكل مستمر، هذه مشكلة يمكن لا تحتاج إنها فحوصات كثيرة، لو ممكن هذا ما هو من عادة الربو، ما هو من عادة الحساسية أن يكون في حرارة بشكل مستمر. تمام. لكن أكبر مؤثر وأكبر مستثير لحساسية الصدر هي الزكام، والزكام يجي معه حرارة. بعض الناس لما يجي يكون عنده كحة مستمرة لمدة كم شهر، وكل شهر أو كل شهرين جاله زكام معه حرارة، فيقول في عندي حرارة على طول، بس هو المقصود فيه أنه حرارة تجي من فترة إلى أخرى من فترة إلى أخرى. تمام. حرارة من فترة إلى أخرى مع زكام ما هي مشكلة، لو هي كل شهر كل شهرين، لكن حرارة مستمرة على طول لا، هذه تحتاج انتباه طبي مباشر وسريع. تمام. نروح الاتصالات من جديد، معانا محمد الجوهر. مساء الخير. ألو محمد معانا. ألو، يا هلا وسهلا يا محمد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. معليش الصوت بعيد، ماني سامع إن شاء الله. وعليكم السلام، يا هلا. ألو. طب تحاول ترفع صوت الجوال. أيوة. شوي كده. تمام. أي الحمد لله خير. يلا قل لي يا محمد سؤالك. مساء الخير عليك وعلى الدكتور وعلى المستمعين. مساء الورد عليك، تفضل. الله يسلمك. الله يرضى. بس أنا في عندي عملية البخار هذه المتكررة، ما أدري هل هي مضرة، لأنه أنا في عندي البنت كل ما أوديها يقولوا لي عملية البخار. البخار. واحد كلمني قال لي لا تستمر على هذه الطريقة، ربما سبحان الله صير تتعود على الشيء، ما أدري يعني هل هو هذا الكلام صحيح ولا. تمام. طيب. ما أدري دكتور. سؤالك واضح. الله يحفظ لك إياه. الله يحفظ لك إياه. الله يحفظ لك إياهم. أعتقد خلينا أنا معليش أنا حجاوب بطريقة شوية مختلفة، حجاوبك بسؤال. لو في أحد قال إنه مريض السكر
كل ما تعطيه علاج السكر حيتعود عليه، لازم نوقف علاج السكر من فترة فترة أنه ممكن يتعود عليه. ما في أحد حيقبل المنطق هذا أكيد. الربو اللي شكله يعني الظاهر من كلامك من سؤالك أنه الطفل عنده ربو أو عنده حساسية في الصدر، المرض هو مرض مزمن زيه زي السكر، لما تعطيه العلاج بطريقة صحيحة بجرعات صحيحة ما في تعود، بالعكس أنت حتعالج حتتحكم بالمرض هذا. الأمراض المزمنة نستخدم مفردة تحكم، زي السكر يقول لك السكر متحكم به، الضغط متحكم به، عمرنا ما نقول عالجنا الضغط وراح أو عالجنا السكر وراح. هذه هي طبيعة الأمراض المزمنة، فأعتقد هي ما هو الحقيقة، هذا الشيء سؤال جدا متكرر لجميع الزملاء وجميع الدكاترة المختلفة التخصصات بالنسبة للمرض الربو. فتوكل على الله، إذا هو أعطي بطريقة صحيحة بطريقة كويسة، بالعكس الاستمرارية هتحافظ على صحة الطفل، هتخليه يلعب، هتخليه يجري، هتخليه مبسوط، هتخليه يقوم بوظيفته في الحياة، التعلم والاستمتاع بالحياة. تمام، ممتاز. وأنا مستمعينا قبل أن نختم حلقتنا حابة أذكركم بسؤال حلقتنا لليوم، واللي هو يقول إيش هي أو إيش هو السبب الأول للسعال عند الأطفال أو الكحة تحديدا، هل هو الغبار أم الزكام والفيروسات أم الدخان والسجائر؟ ارسلوا إجابتكم صحيحة واسمك ومدينتك على STC851040 موبايلي 66-3-1 وزين 70-13-13. دكتور تركي، حاب تضيف أي شيء أو تختم لقاءنا المميز بأي كلمة؟ أنا اليوم اتشرفت وتعلمت وتشرفت بإضافة الكريمة منكم، أشكرك أستاذة سامية، أشكرك أستاذ عصام على الـ على الـ على اللقاء الجميل هذا. إن شاء الله نكون بينا بعض وأضفنا بعض المعلومات للسادة المستمعين، بينا بعض ما التبس عليهم من معلومات. أرجو لهم الصحة والعافية وطولة السلامة، وأرجو منكم كل وأرجو لكم كل خير وكل بركة. شكرا لك دكتور، وحنا بدورنا أكيد نشكرك مستمعينا، شكرا لكم على طيب الاستماع. حاب أذكركم مرة أخيرة برقم التواصل مع عيادات ومجمع عيادات عيادة في مدينة جدة على 920-22-811، هذا رقمهم. وطبعا كان معنا الدكتور تركي الأحمدي استشاري الأمراض الصدرية للأطفال في مجمع عيادات عيادتي، والأستاذ المساعد ورئيس قسم طب الأطفال بكلية الطب في جامعة الملك عبد العزيز. لو حابين ترجعوا تسمعوا الحلقة هذه من جديد تستفيدوا من المعلومات التي طرحت فيها، راح تسمعوها من خلال قناتنا على اليوتيوب على ALIF ALIF FM. كنت معكم أنا سامي البيروتي، في أمان الله.